مساء التفاؤل، مساء المرح، أهلا وسهلا بكم أصدقاء الأطفال في لقاء جديد يجمعنا عبر تلفزيون سلطنة عمان وبرنامجكم وبرنامج كل الأصدقاء برنامج عكاسة. نحن معاكم من الساعة الواحدة وحتى الساعة الثانية ظهرا في جولة من المسابقات الرائعة والشيقة، وفي شهر الخير عكاستنا غير. مساء الورد والمحبة عليكم يا أصدقاء الأطفال، أهلا وسهلا بكم بكل من يتابعنا وبكل من يتابع برنامج كل الأصدقاء برنامج عكاسة. راح يكون معانا مفاجآت ولعب وجوائز وتسلية. أتمنى لكم متابعة طيبة، وما أنسى أقولكم رمضان مع عكاستنا يحلى. يا هلا مرحبا فيكم أطفالنا الحلوين اللي جالسين تتابعونا الآن واللي كل يوم تتابعونا، فخليكم معنا وركزوا معانا، عدد معانا أشياء حلوة ومشيقة. أصدقاء الأطفال، أحباء الأبطال، اليوم راح تكون معانا مسابقة قمرة وكذلك مسابقة عدستي وفرز العكاسة، ومعانا الكثير والكثير من المسابقات الشيقة، فتابعونا. وفي شهر الخير عكاستنا غير. صخرا كنا، صابرنا نقوم.
موسوعتنا في رحلتنا، كنا ننحت صخرا كنا، فعبرنا نقلب صفحتنا، نرسم فنا ببدايتنا، نسمو نبدع بمشاهدنا، حتى التقطت ببراعتنا فورا صورا من بهجتنا بالألوان بعكاستنا. رجعنا لكم أصدقائي الأطفال. مثل ما شفتوا أنا حفظت أغنية البرنامج عدو رحمد، حفظتها يا أحمد ولا بعد؟ أكيد حفظتها. زين، بعدين في الاتصالات راح تقولها بعدين. أصدقائي الأطفال، حبيت أذكركم كل طفل حاب أن يشارك معانا في المسابقات اليومية في البرنامج، ما عليه غير أن يمسك هاتف النقال يرسل رسالة نصية بكلمة عكاسة على الأرقام اللي راح تظهر الحين على الشاشة. خلونا نشوف الأرقام مع بعض أصدقائي الأطفال. لمشتركي عمان تيل 90149، لمشتركي نورس 90610، ولمشتركي فريندي 90149. واحنا يا اصدقائي الاطفال راح نتصل فيكم عشان تشاركوا معنا في المسابقات اليوميه في البرنامج، وكل ما رسلتوا اكثر تضاعفت فرصكم في المشاركه في البرنامج. وحظ موفق للجميع، ورمضان مع عكاستنا يحلى. اصدقائي الاطفال، طبعا نحن غدا راح نجري فرز كنز العكاسه اللي هو عباره عن 1500 ريال عماني مقسمه على 3 فائزين، لكل فائز 500 ريال عماني. كل طفل حاب يشارك في المسابقة وفي الفرز ما عليه غير أن يرسل رسالة نصية بكلمة كنز على أرقام البرنامج، لمشتركي عمان تل 90149، لمشتركي نورس 90610، ولمشتركي فرندي 90149. أصدقاء الأطفال، طبعا غدا نحن راح نجري الفرز والسحب على كنز العكاسة، وحظ موفق للجميع، وفي شهر الخير عكاستنا غير. أحمد طلعت صورك حلوة، صورتك كم صورة، وصور أمس بعد ما شفتهم، فبتشوفهم اليوم إن شاء الله. شكراً مقدرة. العفو يا أحمد، العفو. أصدقائي الأطفال، أيضاً حبيت أذكركم بموقعنا الإلكتروني للتواصل واللي هو عكاسة.tv.com، عكاسة.tv.com. طبعاً كيفية المشاركة في البرنامج بالإضافة إلى أرقام البرنامج راح تحصلوها موجودة في الموقع، بالإضافة إلى كل التساؤلات اللي راح تخطر في بالكم إن شاء الله راح تحصلوا لها إجابة في البرنامج، وراح ندرج طبعا أسماء وأرقام الفائزين بالإضافة إلى موضوع مسابقة عدستي. الحين أصدقائي الأطفال، وصلنا إلى مسابقة عدستي. كل طفل حاب أن يشارك معنا في هذه المسابقة الرائعة، ما عليه غير أنه طبعا يلتقط صورة بعدسته الجميلة ويرسلها عبر موقعنا الإلكتروني واللي هو عكاسة.tv.com، عكاسة.tv.com. ولا تنسوا اسمكم الثلاثي والعنوان ورقم الهاتف، وأن تكون يعني الصورة بحجم كبير عشان نحن نستطيع أن نعرضها في الشاشة. وحظ موفق للجميع، وصاحب الحظ الرائع راح يفوز معانا ب 50 ريال عماني مقدمة من تلفزيون سلطنة عمان. وموضوع مسابقة عدستي ليوم غد راح يكون عن الاستعداد لقرنقشو. أريد أشوف كذا صوركم وأنتم جالسين تستعدوا لقرنقشو، خصيصا يا أحمد ويا ميكي، بكرة راح يكون عندنا احتفال رائع عن يا بطبوط. أنا يا ميكي ذكرت ميكي مال أمس لأني كنت أتضارب معه وكذا، فأسمع يا بطبوط ما عليه، سامحني. خلاص يعني سامحتني عادي، يلا خلينا نكمل. إذن أصدقائي الأطفال، إذا شوف صوركم كذا وأنتم تستعدوا لقرنقشو، يعني ما بالبلامس العمانية وكذا، يعني بس أشوف صوركم وأنتم تستعدوا لهذا اليوم، الحلويات، الهدايا، الفوانيس، يعني الأشياء كذا الجميلة، والألعاب والعكاسات اللي كانوا يوزعوها سابقا كذا في السلل، أنتم وأصدقائكم، أنتم وأمهاتكم كذا، والملابس الجميلة والحلوة. أنتظر كل صوركم الرائعة يا أصدقائي الأطفال عبر موقعنا الإلكتروني واللي هو عكاسة.tv.com. وما أنسى أقولكم رمضان مع عكاستنا يحلى. إذن أصدقاء الأطفال، ننتظر صوركم حول موضوع الغد اللي هو الاستعداد لقرنقشو. طبعا وصلتنا كذلك صور جدا رائعة حول موضوع الأمس اللي هو ألعاب الأطفال، صور بالفعل حلوة وصلتنا عبر موقعنا www.عكاسة.tv.com. خلونا نشوف الصور مع بعض أصدقاء الأطفال على الشاشة. هذه صور اللي وصلتنا من أصدقائنا الأطفال، صور الأطفال مع ألعابهم، صور حلوة، ونحن نشكر كل طفل رسلنا صورة عبر موقعنا. حلوة الصور يا أحمد، نشوفهم كذا هم جالسين هم وألعابهم الحلوة، السيارات والكرة. أحمد، إيش أحلى لعبة تحبها؟
كثير بصراحه امجاد، انا كثير العاب يعني احبهن، ما في لعبه معينه. ما في لعبه معينه؟ صح، لما تورطت قلت ما في لعبه معينه، ايش انك تلعب اصلا؟ أذن هذا بعد صديقنا يلعب بالدراجة، شكله عنده هواية في الدراجات. وهنا صديقتنا عندها آيباد مثل اللي عنده أمجاد، وطول نفس أمجاد لا؟ أيوة، وطول الوقت تصورنا بعد هذا صديقتنا. فحلو، نشكر أصدقائنا اللي رسلوا لنا صور الآيباد، بس حلو لو رسلوا لنا بعد هم ويصوروا أثناء التصوير. هم ويصوروا يعني خلوا حد يصورهم هم ويصوروا. أيوة يا أمجاد. إذا أصدقاء الأطفال نشكر كل طفل رسلنا صورة حول موضوع أمس اللي هو الأطفال وألعابهم، وننتظر صوركم حول موضوع الغد، راح يكون موضوعنا عن الاستعداد لقرن قشو. الحين أصدقاء الأطفال وصلنا إلى فرز العكاسة، من راح يحصل على 50 ريال عماني وصاحب أجمل صورة. خلونا نشوف مع بعض على الشاشة. إذن هذا الفرز أصدقاء الأطفال، والحين راح نشوف من راح يفوز معنا يا ترى أصدقائي الأطفال في مسابقة فرز العكاسة. أحمد إيش تدور من الطاولة؟ إذن نقول ألف ألف مبروك لصاحب الرقم 9892265، ألف مبروك لصاحب الرقم 9892265، ألف ألف مبروك لصاحب الرقم اللي فاز معنا ب 50 ريال عماني. وننتظر صوركم أصدقائي الأطفال حول موضوع الغد، موضوعنا اليوم غد راح يكون عن الاستعداد لقرن قشو. ونقول أكيد ألف ألف مبروك لصديقنا اللي فاز، صديقنا صهيب بن خصيب بن سليمان الربعاني. خلونا نشوف مع بعض اسمه ألف على الشاشة. طبعا خلينا نشوف اسمه على الشاشة يا أحمد. صهيب بن خصيب الربعاني فاز معانا ب 50 ريال عماني مقدمة من تلفزيون سلطنة عمان. طبعا يعني كذا أصدقائي الأطفال، أتمنى أنكم ترسلوا صوركم عن قرن قشو وأنتم جالسين تغنوا وأنتم تستعدوا والحلويات وكذا. خصيصا يا أحمد بكرة راح يكون عندنا يعني حلقة مميزة عن قرن قشو، وأنت راح تغني مع بعض، صح؟ صح يا أحمد؟ راح تغني أنت؟ أنا وأنت راح نغني يا أحمد بإذن الله. لا أنا صوتي ما يساعد. لا ليش صوتك ما يساعد؟ أساس أنا صوت اللي يعني هذا. يلا بنحاول كذا. زين خلينا نشوف صورة صديقي صهيب اللي فاز فيها طبعا ب 50 ريال عماني مقدمة من تلفزيون سلطنة عمان. هذه الصورة على فكرة أنا حبيت الصورة بالبداية وإحنا جالسين نشوف الفرز. هو طبعا جالس كذا في سيارته مع الألعاب وعافس الدنيا بالألعاب، بصراحة صورة رائعة. وصهيب احسنت اختيار الصوره طبعا اصدقائي الاطفال، اذا انتم بعد حابين تفوزوا معانا مثل صهيب ما عليكم غير انكم تلتقطوا صوره بعدساتكم الرائعه مثل ما انا جالسه التقط الصوره يا اصدقائي الاطفال، وترسلوها عبر موقعنا الالكتروني واللي هو عكاسه.tv.com عكاسه.tv.com. لا تنسوا اسمكم الثلاثي والعنوان ورقم الهاتف، وايضا اذكركم انه حجم الصوره لازم يكون كبير عشان نستطيع ان احنا نعرضها. اريد اشوف صوركم عن موضوع حلقه غد اللي هو قرن قشو، وحظ موفق للجميع، رمضان مع كاسة نحلة. أصدقاء الأطفال إذا فاتتكم حلقة اليوم أو أي حلقة وكنتوا حابين تتابعوها أو كنتوا حابين تتابعوا حلقة اليوم، ما عليكم غير أنكم تزوروا موقعنا على اليوتيوب اللي الحين ظاهر على الشاشة. والحين خلونا نشوف الأرقام اللي يفترض أنكم ترسلوا عليها رسالة نصية وبعدها لنا عودة، فخليكم معنا ولا تروحوا بعيد، وفي شهر الخير عكاستنا غير. قرن قشو باكر عندني قرن قاشو، قرن قاشو يا ناس قرن قاشو. صخرا كنا صابرنا نقلب.
رجعنا لكم من جديد أصدقائي الأطفال. الحين راح نلعب لعبة قمرة. طبعا أصدقاء الأطفال اليوم لعبة قمرة راح تكون الأسئلة في المجال الإسلامي، ولكن غدا راح تكون في المجال الوطني، لأنه حلقة الغد راح تكون حلقة مميزة أصدقاء الأطفال، راح نحتفل بالقرنقشو. فننتظر أي متسابق راح يشارك معنا غدا، يا نشيد أو قصيدة على القرنقشو. وكذلك المتصلين اللي راح يشاركوا معنا اليوم، نتمنى أن يكون حماسكم كبير أصدقاء الأطفال. وغدا مثل ما قلت لكم راح تكون الحلقة مميزة، وكذلك تتميز بمتابعتكم، وراح يكون في هدايا حلوة للأطفال اللي راح يشاركوا معنا. وكذلك سلطان المنفذ معنا في البرنامج راح يجيب كذا هدايا حلوة. أصدقاء الأطفال طبعا الحين راح نلعب مسابقة قمرة. الجائزة في هذه المسابقة تصل إلى 60 ريال عماني. راح أسألكم سؤالين في المجال الإسلامي، والجوائز مقدمة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وزارة التربية والتعليم، وشرطة عمان السلطانية، وكذلك هابي لاند. مثل ما تشوفوا هالبطاقات راح تروح من نصيب اللي راح يكون متحمس معانا اليوم أصدقائي الأطفال. والحين ناخذ أول اتصال ونقول السلام عليكم يا سندس. وعليكم السلام، كيف الحال؟ الحمد لله بخير. سندس متحمسة؟ أيوة. عشان تحصل على بطاقة هابي لاند؟ متحمسة. جاهزة؟ حتى بطبوط جاهزة. عند البطاقة، وين البطاقة بطبوط؟ هو بالع الكورة. هذه لعبة بطبوط، هذه لعبوب هالكورة. بطبوط أنت ما صايم جالس تاكل الكورة، ما عارف جالس تسوي، بتموت. سندس. نعم. شوف بطبوط إيش يسوي؟ أشوفه. طيب سندس أطلع. أنا صورتك يا بطبوط. حافظ أغنية البرنامج؟ صورته، بخلي صورته في الموقع عشان نشوف أصدقاء الأطفال. لا لا تخلي صورتي. ياكل كور، حد ياكل كور؟ بيقول ما صايم، إيش فيك؟ زين ترى خلاص كل حد عرف إنك ما صايم، سندس عرفت وكل حد عرف. بطبوط مفتضح. وحد ياكل كور بالله عليك. لا لا عصب عصب، شكله عصب ولا زعل؟ لا هو ما يعصب، هو دائما يزعل. بس سندس. نعم. متحمسة تلعب معنا؟ أيوة متحمسة. طيب سمعينا حماس. هيه. الله، تشوفوا بطبوط، حتى بطبوط يحييك يا سندس. إيش رأيك يا سندس نشوف الشبكة الإلكترونية على الشاشة وتختاري عكاسة؟ طيب يلا يا سندس اختاري عكاسة. يلا. أي عكاسة؟ رقم واحد. عكاسة رقم واحد، جائزتك راح تكون مقدمة من وزارة التربية والتعليم، وأسئلتك في المجال الإسلامي مثل ما قلت في بداية الحلقة. سندس نريد نحصل على 60 ريال عماني إن شاء الله بإذن الله تعالى. نشوف سؤالك الأول على الشاشة. سؤالك يقول: ما أول حركة صدرت من سيدنا آدم؟ ما أول حركة صدرت من سيدنا آدم؟ ها يا سندس، أريد خيارات. البكاء أم العطس؟ ها يا سندس، البكاء أم العطس؟ بطبوط يصيح. بطبوط أنت إيش تقول؟ البكاء. لا, لا يا سندس، لا تروح على بطبوط. شفتي بطبوط ايش يسوي؟ ها البكاء. أيوة. ولا العطس؟ العطس. متأكدة؟ ايوه. ما البكاء؟ لا. نسأل بطبوط. ها يا بطبوط. زكم هو خلاص. وش؟ ها ايش رأيك؟ أمجاد أنت إيش تقول؟ العطس. أنا أقول العطس. لا يعني التمثيل أريد أمجاد. لا لا لازم. لا لا قولي باش تسوي. لازم لازم تسوي تعطسي ما يستوي. يلا لازم أمجاد إيش؟ لا لا بس سندس سندس كملي معك. سندس انثبت على العطس وجوابك صحيح. ألف ألف مبروك، 30 ريال عماني. وهذه فرحانة مستانسة على الشاشة. نواصل يا سندس. يلا ونشوف سؤالك الثاني، وبعد سؤالك الثاني سهل بس خليك مركزة معي إن شاء الله. نشوف سؤالك الثاني، والسؤال يقول: ما السورة التي تعادل ثلث القرآن الكريم؟ يلا يا سندس ركزي يا سندس. الإخلاص. متأكدة؟ أيوة. سورة الإخلاص.
ايوه. طيب ايش رايك تقري سوره الاخلاص؟ هيا سندس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا احد. صدق الله العظيم. الله عليك يا سندس، احسنت. وبالفعل الاجابه الصحيحه هي الاخلاص. 30 ريال عماني من نصيبك، الف مبروك. الله يوفقك. تعرفي كم جمعتي يا سندس؟ ايوه. كم؟ 60 ريال. 60 ريال عماني، ألف ألف مبروك. الجائزة مقدمة من وزارة التربية. من قال لك 60؟ أنا مساعدينها، حالها 30 وحالي 30، حالها 30 بس. بس أنت عطشت يا بطبوط، عاد ساعدتها؟ عطشت أنا، ولازم أربح 30، ما يستوي. على طول تريد 30؟ طيب بطبوط عادي، خلص 30. شكرا شكرا. يلا وأنا أريد بعد. لا لا ماشي ما يستوي. كم يبقى لك؟ يلا يا صديقتنا تتهني بهم، 60 ريال عماني، ألف ألف مبروك. معانا اتصال يا أصدقائي الأطفال. طبعا أنا شكلي اليوم بوقف لأني جالسة أصورك يا أحمد وأصور بطبوط اللي عطش. انتقلت عطشت، هو عطست. شكرا شكرا على المعلومات. معانا زينب، نقول مرحبا. يا هلا. يا هلا فيك يا زينب، كيف حالك؟ الحمد لله. أنت زينب، كيف رمضان معاكي؟ الحمد لله. زينب، بكرة عندنا احتفالية قرنقشو، انتو يعني ايش الاشياء اللي تسووها دائما في قرنقشو؟ هدايا. ها؟ هدايا. توزعوا هدايا، ايش نوع الهدايا اللي توزعوها؟ حلويات. حلويات؟ حلو. أيوة. انتو دائما تحتفلوا بهذه المناسبة، بكرة احنا في الاستديو ان شاء الله راح نحتفل بهذه المناسبة، وانت كذا يعني اريدك تصوري لنا وانتو جالسين تجهزوا لقرنقشو، اليوم راح تجهزوا صحيح؟ صحيح. زين صوري لنا وارسلي وشاركي معنا في مسابقة عدستي، تمام؟ تمام. يمكن على وعسى تفوزوا معنا. ان شاء الله. يلا نشوف المسابقة مع بعض يا زينب، جاهزة؟ جاهزة. واختاري عكاسة. يلا. عكاسة رقم 2. عكاسة رقم 2 وعندك، يلا نبدأ. عندك سؤالين طبعا، لكل سؤال 30 ريال عماني، وجائزتك راح تكون مقدمة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. نبدأ مع بعض؟ نبدأ يلا ونشوف سؤالك الأول يا صديقتنا زينب. من كفل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة والدته؟ من كفل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة والدته؟ عمه؟ ايوه. اعطيني خيار. جد عبد المطلب ام عم ابو طالب؟ ها انا خبرتك يعني. نشوف بطبوط، نشوف بطبوط. هيا زينب بطبوط، يلا شد حيلك وساعدها. بطبط. لا ما بطبط، الجواب ايش؟ تورط. فهم انجليزي؟ ايوه. تفهم فرنسي بعد. اعطيها الاجابه، اعطيها الاجابه. مرة ثانية. جراند فادر. جده. جده جراند فادر صح؟ ما نتعامل بالعربي. انت ما تتعامل بالعربي خلاص؟ ما شاء الله عليك. نتورط عيل معاك انا واحمد، خلاص يعني روح بس ما مشكلة. وين زمن ميكي؟ ها؟ في فرق، انا جاي دارسه بس نازل من امريكا بس ما عنديش خبر. استغفر الله، احنا صايمين يا بطبوط. زينب ربحتي معنا 30 ريال عماني، الف الف مبروك. نكمل مع بعض، وصديقتنا فرحانه صارت مستانسه، اريد اسمع حماسه زينب. ايوه كذا الحماس، شفتي يا احمد حماس البنات كيف؟ حلو الحماس. بطبوط ايش طالع فيك؟ بطبوط ما تشوف انت صح؟ ما جايب نظارتك اليوم انت. اليوم ما اليوم ما اشوف عدل ناس النظاره. اليوم ناس النظاره طبعا، طلعت لك الكاميرا واحنا دائما نسوي فيك مقالب، وان شاء الله الكاميرا كذاك في وجهك انك اليوم ناسي نظارتك، جيبها بكره. زين زين تمام، اتفقنا؟ شفت خلاص. شفت الحمد لله بعد راحت الكاميرا. يلا خلينا نكمل معاك يا زينب ونشوف السؤال اللي بعده. يلا يا زينب، سؤالك يقول ماذا كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه؟ ماذا كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه؟ يلا يا زينب فكري يا زينب، ايش لقب الرسول؟ ايش دائما نقوله حال الرسول؟ الصادق الامين. الصادق الامين، متاكده؟
متأكدة. ما الروح الأمين؟ لا. ولا الروح القدس؟ لا. زين بطبوط تعرف إيش من هو الروح القدس؟ أعرف بالإنجليزي. زين يلا. لا بالإنجليزي ما يستوي لأنه اسم. زين ترى هو نفس الاسم يا هو جبريل عليه السلام. شفت كيف؟ أريد أخبرك جبريل ليش تكلمت يعني؟ زين 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 خير إن شاء الله. أنت شكلك اليوم خلاص بالإنجليزي والعربي وما أعرف إيش صاير فيك. لا الأسماء لازم نقولها بالعربي ما يصير. زين ترى الاسم بالعربي هو الاسم بالإنجليزي عشان... يعني بطبوط بالعربي هو بطبوط بالإنجليزي. لا فرق. يقولوا لك دك بالإنجليزي يمكن. ما عليه ما عليه نشوف ما عليه. صديقتنا زينب ربحتي معانا 60 ريال عماني مقدمة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. ألف ألف مبروك واريد اسمع حماس. حماس أعلى. أيوة كذا يا زينب. زينب إيش راح تسوي بالستين ريال عماني؟ ما أعرف. ما تعرفي ما قررتي؟ لا بعدني. دام ما تعرفي جيبيهم. لا شوفي دام ما تعرفي جيبيهم لان شاء الله تقرري كذا يعني بنعطيك اياهم انا وبطبوط. زين فعليك في الحفظ والصون هم. هذه الكوره طبعا انت شليت كورتي يا احمد. كانت كوره ثانيه هذه ما هي. هذه هي الكوره اللي احمد شلها مثل ما شفتوا. هذا طبعا هي الكرة الجميلة اللي احمد جايب لي اياها وفيها صورة بقرة. مع ان المفترض انا اشيل الصورة الكرة الثانية وانت سرقتها لما كنت البس المايك وكذا. فما علي باخذها الحين بجي وباخذها من عندك. هذه هي الكرة. مبارك صديقتنا زينب وتاخذ مكالمة يا احمد. زين ناخذ اتصال جديد. ابتسم شوية امجاد. ابتسم. جالسة ابتسم. شوفني اصيح. شوفني اصيح جالسة. امسكها امسكها امسكها. يلا أصدقاء الأطفال ناخذ اتصال جديد بكل حماس. نقول السلام عليكم يا فؤاد. عليك السلام ورحمة الله. كيف أفا فؤاد؟ أنا قلت بكل حماس. شكلك نايم فؤاد. فؤاد مأثر فيك الصوم؟ لا لا. سمعنا حماس فؤاد. إيش لا لا حماس الريد يا فؤاد. الله عليك يا فؤاد. حماس اكبر. وين الحماس يا فؤاد؟ طبعا اصدقاء الاطفال بس حبيت اذكركم واذكر بعد صديقنا فؤاد انكم تخفضوا على صوت التلفاز وتسمعونا من سماعه الهاتف لان صوت التلفاز يعملنا عندنا مشكله كذا ما نقدر نسمعكم بكل وضوح. اتفقنا يا فؤاد؟ ايوه. يلا يا فؤاد ايش رايك نشوف العكاسات على الشاشة وتختار عكاسة؟ ان شاء الله. يلا يا فؤاد اختار عكاسة. عكاسة رقم 5. عكاسة رقم 5. وطبعا عكاستك راح تكون او اسئلتك راح او الجائزة مقدمة من شرطة عمان السلطانية. ما عليك فؤاد من اللي حوالينا، علينا نحن من نفسنا. 60 ريال عماني نريد نحصل عليها يا فؤاد ان شاء الله. امجاد بطاقات هابي لاند بعد ما شليتيهن جيبهم خلاص. والبرناء وهذه بطاقات البرناء جيب اوراقك اقول اطلع برا بس خلاص راح يلا. يلا يا فؤاد جاهز؟ جاهز. ومستعد؟ مستعد. ونشوف سؤالك الاول على الشاشه. السؤال يقول يا فؤاد ماذا كان يردد بلال الحبشي اثناء تعذيبه؟ ماذا كان يردد بلال الحبشي اثناء تعذيبه؟ والاختيارات أحد أحد أم الله أكبر؟ ها يا فؤاد نشوف بطبوط إيش يقول. إيش رأيك نشوف بطبوط؟ نشوف. يلا نشوف بطبوط. الله أكبر. الله هذه غلط. عشان يشوفها زين. لا بيشوفها زين إن شاء الله. لولا ها ايش جوابك؟ احد احد. سمعني الجواب مره ثانيه. احد احد. ايش رايك بطبوط؟ صح صح. وبطبوط يقول لك صح. أحد بس الف الف صح مبروك صح. 30 ريال عماني. وين الحماس؟ الله عليك. وهذا فرحان ظاهر على الشاشه. نواصل يا فؤاد. واصل. نشوف سؤالك الثاني. سؤالك الثاني بعد سهل وركز فيه عشان نحصل على 30 ريال عماني ان شاء الله. والسؤال يقول من الملقبة بذات الهجرتين؟
من الملقبة بذات الهجرتين؟ عندك ولا أعطيك خيارات؟ عندك الجواب؟ خيارات خيارات اختيارات على طول، فكر شوية. الاختيارات أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، أم رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هيا فؤاد. أسماء. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها؟ أيوه. متأكد؟ متأكد. نشوف بطبوط. بطبوط إيش رأيك؟ بعد يفكر بطبوط. والجواب غلط يا فؤاد، وبعد أنا حاولت أساعدك بس أنت كنت ما مركز، والسؤال سهل. مع الأسف خسرت 30 ريال عماني، ولكن كسبت 30 ريال عماني، والجائزة مقدمة من شرطة عمان السلطانية. ألف ألف مبروك يا فؤاد، ومع السلامة. أحمد، أنت وش كاتب في هذه الكورة؟ كاتب عكاسة. ليش تشخبط في الكورة؟ زين خلاص، يعني بما أني كاتب فيها ومشخبط فيها صارت ما حلوة، مع أني أنا كنت أريدها سابقا، بس الحين أمسكها وما أريدها خلاص. زين أوكي خلاص، حلال عليك، يلا خذها. وخلنا أخذ مكالمة الحين، ومعانا يعرب. السلام عليكم يا يعرب. يعرب يعرب، ما أعرف وين يعرب. أعطيني الكورة مرة ثانية ولا بس خليها؟ نجلس طول الحلقة كذا لين يجي يعرب. زين يستعد يمكن، ولا خليني أصورك أحسن، أحسن من الكورة. بعدين اكتب في الآيباد عكاسة عشان بعدين بعد ما تريدها تعطيك إياه. ايش هذه الطريقة يعني تقص علي عشان اعطي الايباد؟ ها يلا صور. شوف معنا يعرب الحين، صورة حلوة براويك اياها بعدين. شفت كيف؟ شفت كيف انا اعرف اصور؟ ولا حلوة؟ لا حلوة. هي حلوة وهي خرابيط ما واضحة. انت ما تشوف تراك ناس نظارتك اليوم. يلا معنا يعرب. الو. مرحبا يا يعرب. عكاسة يا عرب، بعدنا متحمس. صفق ولا صفق له؟ ما شاء الله عليه من البداية متحمس. صفق مثل الناس كذاك. ايوه شاطر احمد، صفق. يستاهل، يستاهل تحية، يستاهل صح، لانه متحمس معانا من البداية، واللي راح يكون متحمس راح يكون ايضا راح نعطيه هذا. وبعد نريد على الابتسامة امجاد اللي يكون مبتسم. انت الحين شايفني طول الحلقة اصيح يعني دائما الابتسامة والابتسامة طول الحلقة. معصبة معصبة امجاد، ابتسمي شوي، ابتسمي. انا ابتسم واضحك والله. يا عرب يا عرب يا عرب، مرحبا يا يعرب. نعم. إذا كنت متحمس معانا مثل البداية يا يعرب، راح أعطيك هابيلاند بقيمة 30 ريال عماني، تروح تلعب وتستانس. أيوة كذا، شكلك خلاص راح تاخذ الهابيلاند. نشوف السؤال مع بعض. يلا نشوف العكاسات. قال يس، يتكلم إنجليزي يس. هذا حالي. زين يلا. أوكي أوكي. شفت شكلهم خلاص صاروا مثلك يتكلموا إنجليزي. يلا. في الاستديو حد عربي وحد إنجليزي. ترجمة يا أنت تشتغل. رقم ثلاثة. وجاهز للسؤالين يا يعرب. وجائزتك راح تكون مقدم من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه. أريد أسمع حماس. أيوة أيوة أريد أسمع حماس. أيوة كذا يا يعرب. وخلينا نشوف سؤالك على الشاشة. سؤالك يقول يا يعرب، من أول من أطلق اسم المصحف على القرآن الكريم؟ من أول من أطلق اسم المصحف على القرآن الكريم؟ اختيارات. يلا يا يعرب. عثمان بن عفان. عثمان بن عفان؟ لا. من أول الخلفاء الراشدين؟ من أول الخلفاء الراشدين؟ أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق. من كان يساعدك يا يعرب؟ ما حد. ما حد. انا سمعت صوت. سمعت صوت يا يعرب. بس صديقنا فرحان مستانس. واعترف الحين، من اللي كان يساعدك؟ لا ما حد. ما حد. كنت تكلم روحك يعني تتناقش مع روحك؟ بروحك. لا ايه، مع امي. مع امك. قلت امك الحين، يعني امك ليش تقول ما حد؟ نوجه لها تحيه لانها تساعدك وتريدك تفوز معنا، وانت ربحت معنا 30 ريال عماني. وهذا بطبوط سلم عليك، وايضا يحيي امك لانها تساعدك. بطبوط سلم عليك مره ثانيه. بس خلاص يلا خلينا نكمل معاك يا يعرب، ونشوف السؤال اللي بعده. يلا يا يعرب،
نشوف سؤالك على الشاشة. سؤالك يقول: ما كان اسم المدينة المنورة قبل الهجرة النبوية؟ ما كان اسم المدينة المنورة قبل الهجرة النبوية؟ يثرب. 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 متأكد؟ متأكد. أكيد. أكيد. وإجابتك إجابته إيش؟ صحيحة يا بطبوط، صحيح؟ صح. إجابته صحيحة وربح معانا 60 ريال عماني وجائزته مقدمة من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه. أنا ما راح أعطيك الهابيلاند إلا إذا غنيت لي أغنية طلع البدر علينا، حافظها؟ نشيد طلع البدر علينا. أمك جالسة تغني، اسمعها. ها؟ ما حافظها. ما حافظها فا ليش؟ زين بغني. يلا يا زين، يلا خلي امك تغني. خلي امه، ما مشكله. تفضلي يا ام يا عرب. تنشد، خلي امه تنشد. علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مرحبا يا خير داع. بس خلاص. الله، طبعا تستاهلي تحيه، تستاهلي تحيه يا ام يا عرض، واحنا نحييك على هذا الحماس لانك كذا يعني متحمسه مع ابنك يا عرض. نحييها يا احمد ونحيي طبعا. تستاهل تحيه كبيره، واحنا نشكر كل الامهات ونشكرك يا ام يا عرض على دعمك لابنك. طبعا يا عرض فاز معانا ب 60 ريال عماني مقدمه من وزاره البلديات الاقليميه وموارد المياه بالاضافه الى بطاقه هابيلان. ايوه كذا متحمس معانا وامك معاك. امك شوف شوف يا يعرب، انت راح امك تاخذ الستين وانت تاخذ الهابيلان. زين زين زين، خلاص موافقين. الف الف مبروك يا يعرب. واتصال اخر يا امجاد وبطبوط، بكل حماس نقول السلام عليكم يا عائشه. كيف الحال يا عائشه؟ بخير الحمد لله. عائشه عليكم بخير الحمد لله. كيف رمضان معك يا عائشه؟ ها كيف رمضان معك؟ الحمد لله. عائشة ممكن تخفضي على صوت التلفاز وتسمعينا من سماعة الهاتف؟ هاي عائشة. ممكن. طيب عائشة متحمسة تشاركي معانا؟ نعم. سمعينا حماس. وين الحماس؟ يا لا لا، نريد نسمع التحية مرة ثانية لأنه بطبوط نام. نعم بطبوط، يلا سمعي التحية مرة ثانية عشان يقوم. شخر أذيتني يا بطبوط، قوم. يلا ما علي، ما مشكلة. عايشة إيش رأيك نشوف العكاسات على الشاشة واختاري عكاسة. معك أربعة وستة. ستة. عكاسة رقم ستة. ويا عائشة جائزتك راح تكون مقدمة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. نريد نحصل على 60 ريال عماني، اتفقنا؟ اتفقنا. طيب ما تريدي بطاقة هابيلاند؟ عادي. تريدي؟ أيوة. طيب اتحمسي شوية معاي. إيه. يلا نسمع حماس. وين الحماس؟ لا لا، نايمة عائشة، نايمة كذاك. خلاص ما نعطيها البطاقة. ما بنعطيها لأنه ما في حماس. وأنا ما أقدر أساعد حد، أتخبر تقول بطبوط ساعد حد. أوكي ما بنطلب. أنا أساعد حد بس بشرط بالحماس. يلا سمعي حماس. يلا نشوف سؤالك مع بعض على الشاشة، والسؤال سهل يا عائشة بس خليك مركزة. على من فرض الله الحج؟ على من فرض الله الحج؟ يلا يا عائشة. على من استطاع إليه سبيلا. على من استطاع إليه سبيلا، متأكدة؟ وجوابك صحيح. ألف ألف مبروك، 30 ريال عماني. وين الحماس؟ ونواصل يا عائشة على السؤال الثاني، وسؤالك بعد سهل بس خليك مركزة. خلينا نشوف السؤال على الشاشة. سؤالك يقول: ما دين نبي الله إبراهيم عليه السلام؟ ما دين نبي الله إبراهيم عليه السلام؟ السلام. ركز شوية في السؤال، السؤال سهل. السلام. يلا إيش رأيك نشوف بطبوط؟ زين.
بطبوط يريد حماس وتشجيع. بشرط انا بشجعها بساعدها بس بشرط. شجعها زين انت اول شجعها زين. بشجعها قبل عشان تتشجع بعدين بساعدها زين ما مشكله. يلا يا عائشه. ها وين الحماس والتشجيع؟ الاختيارات مع بطبوط انا ما عندي. يلا يا بطبوط اعطيها اختيارات. اختاري ها الحنيفيه او المسيحيه؟ الحنيفيه. وايش؟ الحنيفيه. الحنيفيه نثبت على الجواب. ثبت. وجوابك صحيح الف الف مبروك يا صديقتنا عائشه. وطبعا اصدقاء الاطفال نزلت على سيدنا عيسى عليه السلام المسيحيه. جائزتك راح تكون مقدمة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وألف ألف مبروك يا عائشة 60 ريال عماني. شكرا لاتصالك وناخذ أصدقاء الأطفال اتصال آخر مع أمجاد. ناخذ اتصال آخر وش سويت يا ما أخذ إنزين أنا قلت لك هذه الكورة لا لا ما تنفع يا أمجاد ما أريد هذه الكورة أنا خلاص خلنا ناخذ اتصال ومعنا خاطر. السلام عليكم يا خاطر. وعليكم السلام. كيف حالك يا خاطر؟ الحمد لله. خاطر متابع لبرنامجنا؟ نعم. خاطر ايش معنى اسمك؟ هيا خاطر؟ خاطر؟ دور نعم. جالس تدور معنى اسمك من الانترنت يعني ما تعرفه ولا؟ ما اعرفه. ما تعرفه؟ زين من اللي مسميك خاطر؟ ابوي. ابوك زين روح ساله بعدين يعني بعدين مو الحين راح نسالك سؤال ايش معنى اسمك لان اسمك بصراحه جميل. تمام يا خاطر؟ نعم. يلا نشوف العكاسات يا خاطر اريدك تكون كذا متحمس معانا شكلك نايم انت. عندك رقم أربعة بس خلينا نشوف رقم أربعة ونشوف مع بعض يا خاطر سؤالك. جاهز يا خاطر؟ بعد ما طلع بعد ايش بعد اللي ما طلع؟ بعدنا الحين جائزتك راح تكون مقدمه من وزاره البلديات الاقليميه وموارد المياه. نشوف سؤالك على الشاشه يا خاطر. يلا يا خاطر نشوف سؤالك. سؤالك يقول ما اول ثمره اكلها سيدنا ادم عليه السلام حين هبط الارض؟ ما اول ثمره اكلها سيدنا ادم عليه السلام حين هبط الارض؟ يلا يا خاطر فكر. في اختيارات؟ في اختيارات بس انت ما متحمس معانا يعني انا ما يصير اعطيك الخيارات وانت نايم. بطبوط بعد نام وبيشخر كأنه محرك سيارة. ها بطبوط بطبوط قوم خلاص بتساعده. زيتون. الزيتون. الزيتون. ايوه. زين متأكد؟ أيوة. بطبوط ساعده. يلا يا بطبوط حرام ساعده. كيف الزيتون خاطر؟ نعم. يمكن التفاح؟ البلح. لا لا يمكن النبك. تعرف النبت؟ ها النبك تعرفه؟ ايوه يمكن النبت. يلا يا خاطر ها نبك. النبق. وإجابتك صحيحة يا صديقنا خاطر ربحت معانا 30 ريال عماني وصديقنا فرحان مستانس. تعرف النبق يا خاطر؟ أيوة كذا الحماس كذا طلع الحماس. بطبوط حي حي. يلا يا بطبوط. أيوة كذا شفت كيف بطبوط صار متحمس معانا يعني بطبوط يعني بالمرة ينام سبحان الله ما أعرف كيف كذاك. شفت كيف؟ شفت كيف يا خاطر؟ خلاص بطبوط. أيوة. خلاص استعرض عضلاتك جلس بس خلاص بس خاطر. نعم. تعرف النبق تاكله؟ ايوه. احمد بعد يعرف النبق صح لما تروح كذا تمسك دشداشتك ويطيح كل النبق من الشجره تعرفه؟ اكيد اعرفه. خاطر ايوه خلينا نشوف سؤالك على الشاشه يا خاطر. يلا سؤالك يقول من الملقب بالشهيد الطائر؟ من الملقب بالشهيد الطائر؟ يلا يا خاطر من الملقب بالشهيد الطائر؟ أساعدك؟ أيوة. يلا انزين هل هو صقر بن أبي طالب أم جعفر بن أبي طالب؟ صقر بن أبي طالب أم جعفر بن أبي طالب؟ جعفر بن أبي طالب. جعفر بن أبي طالب متأكد؟ أيوة.
وإجابتك صحيحة يا صديقنا خاطر، وطبعا ربحت معانا 60 ريال عماني مقدمة من وزارة موارد المياه. أيوة كذا الحماس أريدك يا خاطر. خاطر صقر بن أبي طالب تعرف إيش لقبه؟ من تسأل يا خاطر؟ إذا قل ما أعرف أنا بخبرك عادي. ما أعرف. ما تعرف؟ صقر. أيوة. نسأل بطبوط، حتى البطاقات تاكلها، الكور تاكلها، وش ذا يا بطبوط؟ بوب بوب بوب. زين ساعده بطبوط، خبره. صقر بن أبي طالب إيش لقبه؟ وطلع البطاقة من فمك. ذو الجناحين. بالجناحين. عرفت خلاص؟ ايوه. وبطبوط طبعا اليوم ياكل كور وياكل بطاقات، ما بعيد ياكل الطاوله اللي قدامه يعني. يا بطبوط ايش هذا يا بطبوط؟ نشكرك يا صديقنا خاطر على الاتصال، والف الف مبروك 60 ريال عماني، وتصرفهم بالهلا ومع السلامه. وناخذ اتصال اخر اصدقاء الاطفال ونقول السلام عليكم يا خديجه. السلام عليكم. بخير الحمد لله. كيف الحال؟ بخير. أريدك تكوني متحمسة معانا عشان تحصلي على بطاقة هابي لاند. أوكي. اتفقنا؟ اتفقنا. يلا نسمع عكاسة بصوت عالي. عكاسة. بحماس أكبر. وين الحماس؟ يلا يا خديجة. عكاسة. أيوة يا خديجة، أريدك كذا تكوني متحمسة معانا علشان تحصلي على 60 ريال عماني وبطاقة هابي لاند. ايش رايك نشوف الشبكة الإلكترونية على الشاشة وتختاري عكاسة؟ عكاسة. الله عليك، شكرا على الحماس، واختاري عكاسة. اختاري عكاسة. اي عكاسة تختاري يا خديجة؟ يلا عشان الوقت. عكاسة رقم 6. عكاسة رقم 6، والجائزة طبعا معاكي. راح يكون أسئلة في المجال الإسلامي يا صديقتنا خديجة. عكاسة رقم 6. أيوة، والجائزة راح تكون مقدمة من وزارة التربية والتعليم. أوكي يا خديجة. هني الكاميرا يا أحمد، شوف هناك ليش. خلاص يا خديجة اتفقنا. وينك خديجة؟ ممكن تخفض على صوت التلفاز وتسمعينا من سماعة الهاتف؟ اوكي. يلا خفض على صوت التلفاز عشان نقدر نسمعك بكل وضوح. خلاص. نشوف تبقى. سؤالك مع بعض على الشاشة يا خديجة، وسؤالك سهل بس خليك مركزة معاي. السؤال يقول من أول من أسلم من أهل عمان؟ من أول من أسلم من أهل عمان؟ من أول من أهل عمان؟ ما في غضوبة؟ مازن بن غضوبة. متأكدة؟ أيوة. ما تغير جوابك؟ ما أغير. ونشوف مع بعض الجواب، وجوابك صحيح. ألف ألف مبروك، 30 ريال عماني. نواصل؟ يلا نواصل نشوف سؤالك الثاني. سؤالك الثاني بعد سهل بس خليك مركزة. ما أول مسجد بني في عمان؟ الله على الحماس. وسؤالك الثاني، ما أول مسجد بني في عمان؟ ها يا خديجة. مزون أم المضمار؟ خيارات. مازن بن غضوبة. لا، السؤال آخر. سؤالك يقول ما أول مسجد بني في عمان؟ مسجد مازن بن غضوبة في سمائل. وايش اسم المسجد؟ مزون ام المضمار؟ المضمار. ايوه المضمار. احسنتي، و30 ريال عماني. الف الف مبروك. وين الحماس؟ المضمار. جوابك صحيح، نريد نسمع حماس، وجائزتك راح تكون مقدمة من وزارة التربية والتعليم. ألف ألف مبروك يا صديقتنا، ومع السلامة. أصدقائي الأطفال، طبعاً مسابقة قمرة انتهت. تعرف إيش نسوي يا بطبوط لما تنتهي مسابقة قمرة؟
ما تعرف. نستعرض أسماء أصدقاء الأطفال اللي فازوا فيها والقيمة المالية بعد اللي فازوا فيها. نبارك لكل أصدقاء الأطفال اللي فازوا معانا طبعا في عدة من عدة جهات. طبعا جوائزهم راح تكون مقدمة. ألف ألف مبروك لكل أصدقائي الأطفال. طبعا الجوائز راح تكون مقدمة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، من وزارة التربية والتعليم، ومن طبعا هابيلاند، ومن شرطة عمان السلطانية. نبارك لكل أصدقاء الأطفال اللي فازوا معانا. إيش تعد أنت؟ ايش تعد؟ خلينا الحين نجري الفرز، فرز العكاسه يا اصدقائي الاطفال لعدد ثلاثة فائزين، لكل فائز 100 ريال عماني. ويا عكاسه يا عكاسه من بتعكس يا عكاسه؟ يلا نشوف عكاستنا ايش راح تختار لنا. ونقول الف الف مبروك لصاحب الرقم، نشوف الرقم مع بعض. الف الف مبروك لصاحب الرقم 9885089798 5089 5089. الف الف مبروك 100 ريال عماني. الف الف مبروك اصدقاء الاطفال للفائز الاول. خلونا نشوف الفائز الثاني معا على الشاشه. من سعيد الحظ اللي راح يفوز معنا ب 100 ريال عماني. ونقول مع بعض اصدقاء الاطفال سويا الف الف مبروك لصاحب الرقم. أي رقم راح يكون معانا؟ ألف مبروك لصاحب الرقم 9922827070 9922827070. ألف ألف مبروك للفائز الثاني. والفائز الثالث نشوفه مع بعض يا أصدقائي الأطفال على الشاشة. يلا نشوف العكاسة إيش راح تختار لنا يا أصدقائي الأطفال. نشوف مع بعض العكاسة. نقول ألف ألف مبروك لصاحب الرقم 9715046 9715046. إذن أصدقائي الأطفال وقت برنامجنا التقى، على أمل التقاء. نلقيكم إن شاء الله غدا في نفس الموعد، وإلى اللقاء.